دقايق سريعة هتحل يومكم وتخفف كتير من ضغوط الحياة. اللقطات دي بتعبر عننا احنا المصريين بخفة دمنا وطريقتنا الفريدة اللي مفيش زيها في مواجهة مشاكل الحياة. احنا عندنا لما عربيتك تتسرق تتفاوض مع اللي سرقها وتعلق له اعلان. طيب بذمتكم في كده في اي مكان في الدنيا؟ احنا دايما مختلفين، حتى لما بنسافر مثلا بنركب البطة المرتاحة للسفر والسياحة. العربية دي ماركة رمسيس، انتاج مصري 100%، بس دي وسيلة حماية ليها مصرية برضو. الامانة في مصر شيء اساسي، حتى وصاحب المحل بيعلن عن نفسه سواء كان محل احذية او محل تيك اواي. الامانة كمان في حساب دقيقة المحمول 49 قرش، وسامحني في القرش، اما كوبري المشاة فمش معمول للمشاة، دي حاجة احنا بس اللي بنفهمها تمام، زي ما هنفهم تخصص دكتور اشرف. حتى فيروس كورونا ما سلمش من خفة دم المصريين، كلنا بنستعد لكوفيد 20، ولما بتدور على محل بتلاقي صاحبه مسهل عليك المسألة. ايوه هو ده اللي بيقولوا عليه. اما الحاجة اللي بجد حاول ما تعملهاش في مصر انك تشتري شكوك، احسن نصيبك يكون من نصيب احمد ياسر ويتعمل عليك حفلة. اصحاب المحلات مش هيتأخروا عليك وهيعرفوك امتى تقدر تستلف، ولاننا بنحب الخير ما سيبناش حاجة الا وعملنا لها موائد رحمن، مية سبيل، واخيرا ولاعة سبيل. ولما الدنيا بتشتي مش بنضيع الفرصة، اي فرصة نصطاد او نعوم اي حاجة شغال برضو. مثلا الصيدليات عندنا تخصص عام، حتى لو حابب تشحن موبايلك. الصيدلة دخلت في كل حاجة حتى في محلات الكشري. الصيدلي على فكرة ده متخصص كشري من 37 سنة، تخصص واضح انه له جمهور كبير، يعني ممكن تكون دكتور وبتدي دروس سواقة، ولان صاحب المحل زي ابوك برضه فهو بيقولك مفيش زفت سجاير. خفة الدم عندنا بتتوظف في اي موقف، حتى لو كانت لوحة كهربا بايظة وبتكهرب. وكمان كنتاكي بخلطته السرية وصل للفول المصري عند المعلم سيد فولة. مفيش كمامات مش مشكلة، احنا بنعرف نتصرف، وبرضه لو في كمامات فاحنا بنعرف نتعامل، وليها كمان مكان على المنشر تمام، زي اللي بيبيع السجادة كلها ب75 جنيه، واخدين بالكم كلها مش نصها ها؟ والنظام حلو برضو، الرجالة مكان الستات والستات مكان الرجالة، شغال المهم النظام. بصوا بقى احنا ما عندناش مستحيل، حتى سواق الكارو بيتصرف، كل مشكلة ولها حلال، زي الميكانيكي اللي بيشتغل في عز الحر ده. وبمناسبة الحر فدخول الشواطئ له طقوس خاصة جدا، بس ما تقلقوش جنيه واحد رسم خالع ملابس الفرد. يا ترى بقى مين اللي بيقلع؟ زي ما انتم شايفين احنا الدكاترة عندنا بيتخصصوا في كل حاجة، ويا سلام بقى لو اسم عيلتك يعقوب يبقى اكيد لك علاقة بانجلترا. اما لو عايز تنتحر فاحنا هنساعدك ونعلق لك لوحة اعلان عشان تختار الطريقة. احنا الشعب الوحيد اللي ممكن تلاقي عنده استشاري في تلقين الشهادة، وكمان الدفن عندنا مفهوش في صرف السعر ابدا، وكمان احنا الشعب الوحيد اللي هلاقي عنده كافيه خاص لشهود الزور، والصبح واحنا في طريقنا للشغل طبيعي مش بنقدر نقاوم بياع الفول وهو بيجر عربيته وعليها ما خطرتش على بالك يوم تفطر عندي. لو محتاج يفطى علشان تعرف ان الكمبيوتر بيشتغل بالكهرباء يبقى انت اكيد في مصر. واخيرا الواحد مننا بيعترف بالحقيقة وبشكل واضح وصريح، لو اتحط في موقف زي ده ما تنساش تشرب عصير عند اشهر عصير في مصر، بس خد بالك الاسم ملوش اي علاقة باللي هتشربه. واخيرا البلاد عندنا بتتسمى حسب المواقف والحكايات، انا بقى هموت واعرف حكاية البلد دي ايه. الاجمل في اللغة اللي بتجمعنا ان احنا بس بنفهمها وبنفهمها بسهولة، اثرها دايما بيكون في ضحكة او ابتسامة حلوة مهما كانت متاعبنا. والله بيتهيالي اكتر شعوب العالم في خفة الدم لازم يكون الشعب المصري الطيب المكافح الجميل واللي معدنه بيظهر في وقت الشدة. بحبكم يا مصريين.